باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. أولاً بنشكر ربنا لأنه عظم الصنيع معنا فصرنا فرحين، وربنا بيدينا أكتر ما نفكر وأكتر ما نحلم، فنشكر ربنا. نشكر أمنا العذراء لأنها بتبني بيتها، العذراء بتبني بيتها، وساعدها في هذا الأمر والدها القديس يوقيم، والدتها القديسة حنة. يمكن دي أول كنيسة كاملة على اسم القديس يوقيم والقديسة حنة. والنهاردة تذكار بشارة الملاك ليوقيم بميلاد العذراء، يعني النهاردة أول عيد من أعياد العذراء 7 مسرة. إحنا كنيسة واحدة رأسها المسيح، فيها أعضاء منتصرة وأعضاء مجهدة، كنيسة بتشمل من أول أبينا آدم وأمنا حواء إلى نهاية الدهور، وبالتالي ممكن الكنيسة تسمى بأسماء قديسين من العهد القديم، لأن احنا نؤمن أن احنا إيه؟ كنيسة واحدة رأسها المسيح. طقس التدشين اللي حصل النهاردة، كلمة تدشين يعني تكريس، يعني تخصيص لربنا، حاجة بقت مخصصة لربنا. أول تدشين نقرأ عنه في الكتاب المقدس في سفر التكوين، يعقوب أبو الآباء لما كان هربان وخايف من أخوه ونام في البرية وحط تحت راسه حجر وشاف السماء مفتوحة والملائكة إيه طالعين نازلين على السلم، قال هذا إيه؟ باب السماء، ده بيت ربنا. راح أقام إيه؟ أقام العمود كده، الحجر عمله كده، حط عليه زيت ودشنه بيت لربنا. ده أول تدشين في الكتاب المقدس سفر التكوين. بعد كده في سفر الخروج هلاقي موسى النبي دشن الخيمة، ربنا ملى موسى تركيب الزيت معين، مقاديره وتركيباته بالضبط في خروج 30، وقال له ده تدهن بيه هارون وأولاده وكل محتويات الخيمة، فموسى دشن الخيمة أيضا. سليمان أيضا دشن الهيكل، وبعد السبي والتجديد دشن الهيكل. وفي العهد الجديد الآباء الرسل المرشدين بالروح القدس رتبوا لنا ليتورجية فيها مزامير، فيها تسابيح، فيها نبوات، فيها صلوات، فيها طلبات، وتنتهي بتدشين المذبح بزيت الميرون المقدس. وإيماننا أن اللي بيدشن هو الرب يسوع نفسه، في رئيس كهنة منظور، لكن رئيس الكهنة غير إيه؟ منظور. ولو دققوا في الصلوات إحنا بنطلب من ربنا أن يظلل على هذا المذبح بروح القدوس. في كتاب اسمه سيرة البيعة للقديس الأسقف ساويرس بن المقفع بيتكلم عن تدشين مذابح دير أبو مقار، البابا بنيامين الأول بابا رقم 38 بيقول كده، بيقول بعد ما صليت الصلوات وبدأت عشان أنقط بالحرف كده أنقط الزيت المقدس على المذبح، سمعت صوت ليه ولك إيه؟ انتبه يا أسقف. فلقيت إيد إيه؟ ربنا يسوع المسيح اللي بيدشن إيه؟ المذبح. فإيماننا كده إن اللي بيدشن المذبح مين؟ هو ربنا يسوع المسيح نفسه. الكنيسة غالية علينا جدا جدا لأنها غالية على المسيح، لأنها عروسه المقدسة، لأنها جسده، لأنه اشتراها بدمه. فالكنيسة غالية علينا جدا، غالية علينا كمان لأنها أمنا، أم حقيقية. الكنيسة أم ليها بطن، فين بطنها؟ معمودية، كلنا بنتولد من بطن الكنيسة، والكنيسة ليها ثدي بيشبعنا ويغذينا اللي هو إيه؟ المذبح. فالكنيسة أم حقيقية، مفيش أمومة من غير أبوة، صح؟ مفيش أبوة من غير أمومة،
فيقول كده القديس كبريانوس اللي الكنيسة مش أمه يبقى المسيح إيه؟ مش أبوه. ما فيش أمومة من غير أبوة، مش أبوة من غير إيه؟ وبالتالي في كنيستنا ليس هناك ترمل ولا يتم، لأن إلهنا حي وكنيستنا لن تقوى عليها إيه؟ أبواب الجحيم. ففي الكنيسة لا يوجد يتم ولا يوجد ترمل. الكنيسة في مفهومها الكبير هي جماعة المؤمنين المجتمعين في الكنيسة المقدسة المدشنة بقيادة الإكليروس، مجتمعين حول الجسد والدم في حضور الملائكة والقديسين. ده التعريف الكامل لكنيستنا، هو إيه؟ جماعة مؤمنين مجتمعين في المكان المدشن المخصص بقيادة الإكليروس حول الجسد والدم في حضور الإيه؟ الملائكة والقديسين. عشان كده الكنيسة هي جماعة المؤمنين. كنيسة من غير شعب تبقى إيه؟ تبقى متحف، صح؟ تبقى متحف، تبقى معرض. عشان كده أنتم زينة الكنيسة، أنتم أيقونات الكنيسة. وأعظم حاجة في الكنيسة دي أن أنتم حضرتوا بنائها طوبة طوبة، وكل بيت في عزبة القسيس وكل شخص وكل طفل اشترك فيها، ودي البركة، الانتماء. الكنيسة الكبيرة القديمة البركة كتير من الموجودين أو معظمكم ما حضروش إيه؟ ما حضروش بنائها ولا تدشينها. أبقنا تعبوا فيها، دخلنا تعبوا. أنتوا بقى تعبتوا في الكنيسة دي واشتركتوا فيها وتنتموا ليها وتورثوا هذا الانتماء وهذا الحب لأولادكم. كنيسة غالية علينا، نفديها بحياتنا. في السنكسار هنقرأ وزير اسمه يوحنا الأباح، فاكرين قصته مش كده؟ اسمه شهيد الكنيستين في السنكسار. كنيسة غالية علينا جدا، نفديها بدمنا. ما نسمحش أبدا لحد يتكلم عن الكنيسة بالسلب. اوعى تتكلم عن الكنيسة بالسلب أو أباء الكنيسة، اوعى تسمح في حد في وجودك يتكلم بالسلب على الكنيسة لأنها عروس المسيح. مرة بيسألوا حد من الأباء كده، إيه المفروض يتغير في الكنيسة؟ قال لهم أنا وإنت، صح؟ كنيسة عروس المسيح المقدسة التي بلا غضن ولا بلا عيب. إذا كان في عيب فالعيب فين؟ ها؟ فين؟ ها؟ فينا إحنا، إحنا اللي نصلح أنفسنا، مش كده؟ خلي بالكم الكنيسة جميلة، عايزين نحافظ عليها زي إيه؟ زي ما هي كده. الكنيسة هي قطعة من السماء، حينما نقف ها في هيكلك المقدس ها نحسب كالقيام في السماء. مش كده؟ يجب على الداخلين إلى الكنيسة أن يكونوا كسكان السماء. ببيتك ها يا رب طريق القداس، نعلم أولادنا الصغيرين ببيتك يا رب طريق ها القداسة، إزاي نقدس الكنيسة ونحترم الكنيسة ونهيب الكنيسة. الكنيسة واحدة ها، وحيدة، مقدسة، جامعة، رسولية، كنيسة الله الأرثوذكسية، كنيسة الله. كلمة كنيسة اتذكرت في الكتاب المقدس حوالي 112 مرة، 35 مرة في العهد القديم و77 مرة في العهد الجديد. والمرة الوحيدة اللي ذكرت بتعبير الملكية كنيستي في متى 16، وده اللي اتقرى النهاردة، على هذه الصخرة هي أبني إيه؟ أبني كنيستي. المرة الوحيدة اللي ذكرت بلقب الملكية هي إيه؟ في متى 16. البشائر الأربعة ما جاش فيهم الكنيسة غير إيه؟ في إنجيل متى ذكرت ثلاث مرات في إنجيل متى، ومرة منهم بإيه؟ بعبير إيه؟ كنيستي. فهي كنيسة الله، اقتناها بدمه، هي عروسه، هي غالية عليه. مش كده هي ايه؟ غالية علينا. كنيسة المقدسة، مش كده؟ كل حاجة في الكنيسة مقدسة، دي اسمها المنجلية المقدسة، ده الكتاب المقدس، وده المسبح المقدس، بنصلي القداس. أبونا اسمه ايه؟ قدس أبونا. طب بابا ها؟ قداسة ايه؟ البابا، لأن كنيسة مقدسة
بلا عيب ولا غضن، المسيح طهرها وقدسها، عشان كده نحافظ عليها طاهرة نقية مقدسة، كنيسة الله المقدسة الأرثوذكسية المستقيمة. كنيستنا مستقيمة، الإيمان في كنيستنا كما سلموا المسيح بالضبط للأباء الرسل. إحنا لا نعيب في أي طائفة أخرى، أي عقيدة أخرى، ولكن أسلم ولدنا هذا الإيمان، أن الإيمان في كنيستنا الأرثوذكسية إيمان إيه؟ سليم، ها؟ قويم، كما إيه؟ كما تركوا المسيح للكنيسة. مش كده نحافظ على هذا الإيمان المسلم لنا مرة من القديسين، ونسلمه لأولادنا إيمان نقي، ومن جيل إلى جيل، وهكذا إيه؟ وهكذا يكون. بنشكر ربنا، بنشكر أمنا العذراء، بنشكر أبونا دانيال وكل خدام وكل شعب كنيسة عزبة القسيس اللي تعبوا في هذا المكان المقدس. نشكر طبعا أيضا كل رجال الإدارة في المنوفية اللي ساعدوا معنا في بناء هذا المكان المقدس. ربنا يعوض كل من له تعب وشركة وتقدمة، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.